اعرف حضرتك؟ اسامه امين، تاجر ادوات صيد اسماك عن اخويا الله يرحمه الحاج محمد امين وعبد الرحمن امين، ربنا يكرمه. هما اللي ابتدوا معانا في الاول خالص بتاعه هوايه الصيد، يعني هو دخل الهوايه الحاج محمد الله يرحمه في مصر. ما كانش في حد بيشتغل في ادوات صيد السمك اللحمي. انت بالك قد ايه في الهوايه؟ الكلام ده بيدين احنا في مصر من اواخر الستينات. تمام. ابتدينا، وبعد كده بقى اللي جم بقى ورا مننا بقى ناس كتيره بقى، لكن احنا اللي بدايه احنا الحمد لله. الكلام ده كان بدايته مع الحاج محمد امين. المهنه رايحه للحاج محمد، لجل الحاج امين تاجر الاسلحه. المهنه رايحه فين؟ في تطور في المهنه؟ بالنسبه للتجاره يعني هي زي ما هي، مفيش تطور. هو التطور بيحصل في الايه؟ في العدة، في الفيابر، في الطعوم، كل الحاجات دي تطورت. يعني كان عندنا طعوم، ما كانش في طعوم زمان خالص. احنا ما كناش، احنا مصر ما كانش بتستورد ادوات صيد سمك على الاطلاق. احنا كنا شغالين في الزمن القديم على الفيابر الهندي، على البوس الهندي، كنا بنجيبه ويحرقه وكانوا بيوضبوه ونيله. كان يعني كان بيجي كده مش منظم، يعني ما كانش في بضاعه منظمه، ما كانش في حد بيستورد، كان بسيط جدا. كان بيبقى بواقي ناس هو كبار بياخدوا وبيجيبوا من بره حاجاتهم، وبعدين اللي بيفيد منهم احنا بناخده منهم. ده الكلام ده في الماضي، ما كانش في حاجه مستورده. غير النهارده في تنوع كبير قوي بالنسبه للسلع، بالنسبة لأدوات الصيد، بالنسبة للطعوم، كل دوت تطور مع الزمن. مع طبعا مع الهواية في ناس دخلت كتير في الهواة، بس هو الدولة ما بتعملش حاجة بالنسبة للهواة إنها تشجعهم، بل عايزة تاخد منهم رخصة وتاخد منهم رسوم وتاخد منهم. والليل النهاردة في ناس بتسم الميه، وفي ناس بتكهرب الميه، وفي ناس يعني في ناس بتعمل حاجات في النيل. المسطحات ما تاخدش موقف معاهم. لو سالناك على الصناره، الصناره اغلى صناره عامله كام واقل صناره عامله كام؟ اغلى صناره الفيابر اللي موجوده حاليا بالنسبه للي موجوده عندي انا، اغلى صناره بتعمل 540. كل مشتملاتها بالطاقة؟ لا، بالفايبر بس. تمام. في فيابر تانية بتوصل ل 3000 4000 5000 زي ما انت عايز، بتوصل لغاية 12000 فايبر بس. ده بيبقى محتاج طبعا ناس اللي هم جماعة اللي بينزلوا البحر بمراكب، فبيبقى معاهم العدة الغالية ديت، ان هم قادرين ان هم يجيبوها وعارفين هم بيعملوا ايه بيها. السنارة بتختلف بين البحر للنيل؟ في البحر بيبقى مصمت حاجه اسمها فايبر صوت. فايبر صوت بالنسبه للبحر. بالنسبه للنيل الفايبر اللي هي التلسكوبيه اللي هي زي اللي موجوده جنب مني. تمام. تلسكوب 4.5 متر، 5 في 6 وفي 7، الكلام ده بيبقى للنيل. انما للبحر حاجه اقوى شويه. كان زمان البوس الناس بتشتغل بيه. انا بقول لك في البدايه احنا اول ما ابتدينا هل شغال البوس دلوقتي؟ لا، انفرد. بس هو في بقى طبعا الجماعه اللي هم على قد حالهم عاوزين يصطادوا بيصطادوا بالبوس لغايه النهارده. مش مشاكل. لو فايبر ب 150 جنيه يعتبر اقل فايبر في الوقت الحالي اللي احنا فيه. كان من حوالي 3 سنين بيقولوا مثلا 80 جنيه 90 60 فايبر. كنا ممكن ناخد مكنه ب 40 جنيه، النهارده مفيش مكن رخيص. اقل مكنه بتعمل 90 جنيه. واقل فايبر بيعمل 150 جنيه. يعني عشان اجمع سناره تكلف لها كام؟ حوالي 250. طبيعيه عباره عن ايه؟ بتبقى ايه؟ بياخدوا الصبيط، كراميل، بياخدوا الباغه، بياخدوا الجمبري. كل ده طعوم بياخدوها الصيادين بيصطادوا بيها. وبالنسبه للنيل بياخدوا طعم اللي هو السود او الريمه، وبعدين في بعضهم بيشتغل بالعيش، في بعضهم بيشتغل بالعنب بالبلح. كل الطعوم في النيل انا افضله
افضلهم الدود. الدود هو اللي بيصطاد في النيل كويس. اه زي ما بيصطاد في البحر الجمبري يصطاد كويس برضه في البحر. والمكاريلا في اقبال على الشراء الصيد عامه؟ في اقبال ضعيف دلوقتي غير الاول. بالنسبه للبنات في حد بيجي يشتري ولا قليل؟ قليل.